بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي الكرام، أهلا بيكم في قناة وصفات ويوميات أم ريانة. إيه شيماء الأشكال الصفرة دي؟ لكل اللي مش عارفها، دي مقرمشات المكرونة المنزلية، دي بديل للشيتوس والشيبسي وبديل للمقرمشات الصناعية الصينية المنتشرة. هتعمليها في بيتك بطريقة صحية وجميلة. كمان معايا وصفة الفشار المكرمل ومش هتعبك خالص، هنعمله كله في حلة واحدة. ويلا بينا نخش على الوصفة الأولى. أنا يا جماعة مش هعملها زي الطرق المنتشرة على النت، إن أنا هسلق المكرونة وعفرها في دقيق ونشا وهقليها في الزيت. أنا مش هبهدل الزيت خالص. تعالي شوفي معايا إيه. أنا كده مستخدمة كيس من المكرونة القلم، تقدري تعملي الكمية اللي انت عايزاها. مستخدمة التوابل، هقولك أنا استخدمت إيه. أنا معايا جنزبيل بودر، معايا كركم وكاري، توم بودر، ربع معلقة زعتر، ربع فلفل أسود، ومكعبين من المرق، مختارة واحدة مرقة خضار، واحدة مرقة دجاج. كل اللي أنا عملته إن أنا أضفت التوابل دي للمية. أنا عايزة أنكه المية بالتوابل عشان المكرونة تكتسب طعم التوابل بتاعها. خلي بالك ان المكرونة هتاخد كل الطعم في مرحلة السلق. يعني انا دلوقتي هضيف المكرونة اللي عندي، هي هتاخد كل طعمها من التوابل اللي هتحطيها، وليكي حرية الاختيار في اختيار اي توابل انت عايزاها. لو عايزة المية فيها كاري بس مفيش مشكلة، كتري من نسبة الكاري. عايزة التوابل مثلا جنزبيل بس، عايزاها توم باودر بس، مفيش اي مشكلة. انا هنا ضايفة معلقتين كبار من الملح. كمان انا بملح المكرونة في المرحلة دي بس، ما بضيفش اي ملح تاني بعد كده. بخلي المكرونة تكتسب طعم التوابل والملح في المرحلة دي. انا كده هكمل سوى المكرونة وهرجع لكم. هنا انا صفيت المكرونه وما شاء الله واخده لون كويس جدا من التوابل ولون اصفر من الكركم. ما تحاوليش تشطفي المكرونه خالص، كل اللي هتعمليه انك هتصفيها ما شاء الله، هسيبها تبرد وهحطها في صينيه زي ما احنا شايفين كده عشان اسيبها تبرد بعد ما اتصفت من ميتها. يا جماعة المكرونة دي هي المكرونة دي بالظبط، بس المكرونة اللي على اليمين دي أنا جففتها. أنا سبت المكرونة كذا يوم تنشف معايا. حطيها في صينية كبيرة وانسيها عشان تنشف تماما وتتجفف. خدت منك يوم اتنين تلاتة مفيش أي مشكلة، حطيها تحت مروحة برضو مفيش مشكلة. أنا هنا هدخل في المرحلة التانية وهي قلي المكرونة اللي أنا جففتها. لازم المكرونة تتجفف جدا يا جماعة عشان تنفش معايا في الزيت. شرط أساسي إن المكرونة تنشف وترجع لوضعها الطبيعي كأنها ناشفة ما تسلقتش. تمام، انا دلوقتي هحط كمية من المكرونة، وده لانها بتكتسب لون ذهبي سريعا. فزي ما انتوا شايفين ما شاء الله هي بتنفش وتتحول لمقرمشات. تمام، حطي كمية صغيرة، بلاش كمية كبيرة عشان لونها بيتغير بسرعة. وبعدين هبتدي اصفيها من الزيت. تمام، كمان تقدري تستخدمي اي شكل من اشكال المكرونة، قلم، اسباكيتي، فيونكا، اي نوع مفيش مشكلة. يا جماعة الطريقة دي بجد بجد هتعجب اولادك. تقدري تستخدمي اي توابل زي ما قلتلك. طبعا المقرمشات الصناعية دي ليها اضرار كتيرة جدا، وسمعنا عن اضرارها خاصة للاطفال. تمام، ما شاء الله هي بتنفش في الزيت سريعا وما بتاخدش وقت ولا بتاخد لون. كمان لو حبيتي ان انتي تستخدميها كغموس، اولادك يغمسوا بيها كاتشب، يغمسوا بيها جبنة، برضو هي بتنفع جدا في الموضوع ده. ممكن تتاخل كده لوحدها برضو، هي مقرمشات الصراحة لذيذة وجميلة جدا. كمان انتي لو ما بتحبيش طعم التوابل، في نكهات بتتباع غذائية بأطعمة مختلفة بطعم الجبنة، شطة والليمون، تقدري ترشيها على المكرونة وتسلقي المكرونة بيضة خالص وترشيها قبل مرحلة التجفيف، برضو هيديكي الطعم اللي انت عايزاه. تاني وصفة هعملها هنا هي وصفة حلوة الأولاد بيحبوها جدا، وهي وصفة الفشار المكرمل. في ناس بتحب تعمل الفشار لوحده والكراميل لوحده، وبعد ما الفشار ينفش معاها بترش صوص الكراميل فوق الفشار. لا، أنا النهاردة هعمل الفشار والكراميل في حلة واحدة. أهم حاجة بس الانتباه والدقة عشان السكر ما يتحرقش منك. لازم تفضلي واقفة على البوتاجاز
اول حاجه عملتها انا حطيت معلقه من السمنه، عندك زبده حطي مفيش اي مشكله، هو الفشار المكرمل بيليق معاه سمنه او زبده، الزيت هيبقى مع الفشار المملح. تمام، زي ما انتوا شايفين كده انا عايزه اوصل للفشار الحبايه بتاعته تبيض. تمام، انا هستمر في التقليب وما تخافيش مش هيفرقع خالص في المرحله دي. لو حطيت السكر من البدايه كده السكر هيتحرق مني سريعا، انا مش عايزه استعجل. زي ما انتوا شايفين حبايه الفشار اتحولت للون الابيض، ابتديت ادلق السكر حوالين الفشار خارجيا خارجيا. تمام، حطيت الفانيليا، بعد كده حاسه ان السكر ابتدى يدوب شويه، اديته تقليبه. تمام، خلاص انا شايفه ان الفشار هيبتدي يطرقع، دخل في مرحله السوى. كل اللي انا هعمله في الخطوه دي ان انا هقفل عليه الحله، انا مختاره حله الومنيوم، الالومنيوم حلو قوي في تسويه الفشار وما بيحرقوش. زي ما انتوا شايفين كده الهز، عمليه الهز ان انت تفضلي توطي النار شويه وتعليها شويه وتهزي الحله بتاعتك شويه، وكمان تشمي، لو شميتي اي ريحه لاحتراق السكر ترفعي بسرعه الحله وتطمني على الفشار. هو الموضوع عايز بس متابعه وعايز هز، طول ما انت بتفضلي تهزي في الحله بالشكل ده عمر الفشار ما هيتحرق منك باذن الله. تمام، انا عايزه اوريكم كل خطوه. انا هنا عامله كميه بسيطه، عامله كوبايه من الفشار ونص كوبايه من السكر، كلها وصفات بسيطه سهله هتفرح الاولاد. الاولاد طول الوقت عايزين حاجات تسليهم بدل ما ينزلوا يجيبوا اي شيبسيهات او اي حاجات صناعيه تاذيهم. هنعمل لهم وصفات في البيت، وصفات سهله وبسيطه باذن الله، وكلها حاجات موجوده وتحت ايدينا، وان شاء الله تعجب اولادك. زي ما انت شايفه انا لسه في مرحله هز الفشار، هو ده عامل اساسي في نجاح وصفه الفشار بالكراميل. تمام، انا هنا وطيت النار. تمام، هفتح اشوف الاخبار لاني ابتديت اشم الروائح الجميله. زي ما انت شايفه ما شاء الله الفشار فاتح، مفيش اي حاجه محروقه، والكراميل لونه فاتح ما هوش غامق خالص. تمام، انا هغطي الحله واسيب الفشار يكمل تسويته. حابه اقول لكم بالنسبه للوصفه الاولى اللي هي مقرمشات المكرونه، المكرونه بعد ما تجففيها تقدري ان انت تحطيها في اكياس وتحاولي تفرغي منها الهواء على قد ما تقدري، هتبتدي تحمري منها كميه بكميه لاولادك مفيش اي مشكله، بتتخزن عادي. يا جماعه ما شاء الله انا الفشار معايا جهز. حابه اشكر في الفيديو ده كل ست بيت قايمه على خدمه اولادها، ربنا يؤجرها ويجعله في ميزان حسناتها. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بقدمه، وأسألكم الدعاء دائما بظاهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.